شكرا للزميل هشام الخالسي. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء مملكة كرة القدم، الكرة والمنتخب البرازيلي ضد الفريق الأوروبي العنيد المقاتل الشرس المنتخب السويسري هنا برسم الجولة الافتتاحية لكل منتخب في هذا المونديال الروسي روسيا 2018. مارسيلو كابتن البرازيل وسيليساو بهذه الأسماء لحراسة المرمى، حارس الذياب الإيطالية العاصمية لروما أليسون بيكر رقم 14 ظهير يمين، دانيلو على اليسار القائد مارسيلو، وسط الدفاع ميراندا عالم مدرب من 2016 لمنتخب البرازيل. مازلنا بعد ألمانيا خاسرة وما وصلتش، والبرازيل مازلت ما تأهلتش، وسويسرا مازالت تقاتل. كرة عن طريق اللاعب زيمايلي، اللاعب السابق للبارتينوبي فريق نابولي لاتزورو دي إيطاليا في اليابان 2002 في اليوكوهاما. هنا كرة خطيرة وفرصة للسلسة خطيرة، يمشي المنتخب البرازيلي، كرة من ويليان التوزيع العرضية، كرة وتبرع. فريق البرازيل كان منذ بداياته يلعب بالقميص الأبيض، ولكن في طريق الوصول للمونديال ترجع الكرة ضرب التماس. سويسرا فريق متحجب الترشح، خلى سويسرا موجودة في موسكو في روسيا لأنه سجل هدف التأهل ممكن جدا. يلعب الكرة نيمار، باولينو جول، فرصة ضاعت على البرازيل. هالكرة الأخطر منذ انطلاقة الماتش، كرة كانت قريبة برشا لهذا الشباك، وراها نيمار، ونيمار سيكون وراء كل انتصارات. تمشي بالكرة نيمار، يتقدم نيمار، حتى نيمار لا رجعت من الجدار، رجعت من الدفاع. البريمير ليج مع السيتي، يمشي كرة باولينو، باولينو كرة ضاعت على الوحش. انطلاق سريعة، كرة خطيرة، يمشي جابرييل جيسوس خطيرة جدا، وفرصة في المنتخب البرازيلي، كرة خطيرة باولينو، باولينو عرضية، وكرة شوف الكرة ممتازة اللعب على الأطراف كالعادة، خطة من جهة اليسار مارسيلو العرضية والدفاع، ترجع الكرة من زمايلي، يضرب كرة حتى له جول، حتى له جول، 1-0 كونتينيو، فوري كلاسي، فوري كلاسي، هدف ولا أروع، هدف ولا أروع. سيليساو ماني قلت لك في العشرين دقيقة 1 برازيل لا شيء سويسرا، في دقيقة 19 وشوية قبل وعدي قبل عهدي البرازيل يسجل القائم الثاني. فرصة سويسرية، سويسرا بدأت تجرب، بدأت تتقدم، بدأت تتحرك، بدأت تورا في هدف فرحة الثاني. البرازيل يقترب من نيمار، نيمار يمشي مارسيلو في فاول، في فاول وفي ورقة صفراء، انذار أول في المباراة. على فكرة ماتش الأرجنتين إيسلندا البارح كان نظيف برشا، ولا ورقة صفراء، والمباراة على نار الهدوء. تمشي كرة خطيرة، فرصة هدف الثاني، ركنية، ركنية، نرجع الكرة مرة أخرى للفريق السويسري عن طريق رودريغيز، رودريغيز ضربة راس الإفريقية، ترجع الكرة. فريق السويسري من أكثر الفرق والمنتخبات في البطولة لم يكن أكثرها. 2018 الكاس تلقي بظلالها وتحط في رحالها لأوروبا من جديد، البطولة التي انطلقت بفكرة فرنسية وبالفيفا في 1930 في أرض الأوروبا. مارسيلو رفيق اليوم، مارسيلو حاول يعدي كورة ولكن ما تعداش، هو ترجع كورة المنتخب أسوي، ترجع الكورة عن طريق باولينو نحكي عليه، يمشي باولينو يعطي باس راس راس تقريب جابرييل، يمشي جابرييل جيزو تيتي واحد سويس
استراليا شندول نسق تصاعد المستوى طبعا في ركلة هذه تحاول على الوصول للايام الاخيره البطوله هنا خطيره تضرب في قلب ميلان مليون يورو نقاط ضاعت من هنا وضاعت من هناك ولكن اعتقد يلزم المغرب يختار التايم المناسب لانه 2030 محسها ليست حكايه كواليس حكايه ممكن منطقه 33 مباراه فازت في 11 تعادلت في 6 وخسرت 16 سجلت المونديالية تاتي واحد سويسرا للشيء مارسيلو قدامه نيشتاينر مارسيلو وزع كره ركنيه الكره نرس التحركات المدافعين والهجوم كره خطيره من تياغو سيلفا نعم هذا ما توقعناه ميراندا وتياغو سيلفا يضرب كره بالراس تاريخيه ان الفريق البرازيلي تصدر مجموعته الريتم تمشي كره عن طريق اللاعب الراس جول هدف التعادل عن طريق زوبر الكرة الثابتة هي الحل والتعادل السويسري كرة ممتازة من شاكيري وبالراس زوبر في خط دفاعي أول هدف تقبل البرازيل في 2018 براس زوبر في مرمى ليسون هدف ممكن باش يحرك المياه الراكدة في المباراة باش يحرك اللعبة الراكدة في المباراة تم يعلى يمشي مارسيلو نيمار وحده نيمار الثانية وكرة ركن في المحاولة الأخيرة فماش تسلل واحدة واثنين مباراة وهذا حضور طبعا المنصة الشرفية إنفانتينو دانيلو نيمار كرة في الجدار وترجع الكرة عن طريق الخمسة يضرب كرة كازيميرو في المونديال تفهم الروح اللي لعبها والتوازن والإضافة اللي قدمها ولد الأربعين عام يضرب كرة خطيرة كوتينيو مرة ثانية الدفاعي حط الكرة على اليمين يلعب الكرة ليشتاينر والدفاع والكرة كرة ليشتاينر مارسيلو وخطا للبرازيل في الفترة الأخيرة في المباراة يفكروا في نكسة 14 يمشي بكرة نيمار رقم 10 يمشي نيمار عدي عدة لغات أيضا في سويسرا يتكلمون الفرنسية والإيطالية والألمانية نيمار يشوت خطيرة لا تجرب الدفاع